نشرة الظهيرة، أهلا بكم وإلى الأخبار. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر تفخر باستضافتها لستة ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمة الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية. كتب حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السبت: مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للمهاجر. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قضية تغير المناخ لا تهدد بلدا دون آخر، بل تهديد للعالم كله، وعلى كل منا أن يقوم بالمواجهة، كما تؤدي الدولة دورا رائدا في مواجهة تغير المناخ. لذا كان ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم. وأضاف خلال كلمته أيضا في افتتاح فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان تغير المناخ، التحديات والمواجهة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دور العلماء، علماء الدين، هو دعم الخبراء في المجالات كافة. أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة بكورونا. قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، مضيفا أن معظم الإصابات اليومية لكورونا تكون بالمتحور دلتا. أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعتي 2019 و2020. من المفترض أن يبدأ سحب ملفات التقديم اليوم السبت. وضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا. أما عن أسعار الذهب، ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب بمعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 792 جنيها للجرام. سجلت أسعار الذهب من عيار 24 904 جنيهات، أما عيار 21 792 جنيها، وعيار 18 سجل 678 جنيها، ويوصل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها للجرام. أما عن حالة الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما عن حالة الطقس ليلا، يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. إذا بنصل مع حضرتكم لختام هذه النشرة، نشرة الظهيرة. شكر لطيف للمتابعة، تحياتي، إلى اللقاء في أمان الله.